السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثاني الابتدائي، درسنا لهذا اليوم بعنوان الحيوانات تنمو وتتغير. الهدف الأول معرفة أن لكل حيوان دورة حياة مع تعريفها. الهدف الثاني تتبع دورات حياة حيوانات مختلفة ومقارنتها. ما دورة حياة الحيوان؟ الحشرات والطيور والأسماك والزواحف والبرمائيات كلها تبيض، أما الثدييات فتلد صغارا. الدجاجة من الطيور وهي تبيض أيضا، وجميع الحيوانات لها دورة حياة. ما هي دورة الحياة؟ دورة الحياة تبين كيف تبدأ حياة الحيوان وكيف ينمو ويصبح كبيرا له صغارا ثم يموت. نشاط: استعن بالكلمات التالية وكون تعريفا مناسبا لدورة حياة الحيوان. تبدأ، كيف، تبين، حياة الحيوان، كبيرا، يموت، له صغارا، ثم، وكيف ليصبح ينمو. استخدم هذه الكلمات وأرتبها لتكوين تعريف دورة الحياة. لديكم دقيقة واحدة. أحسنتم. دورة حياة الحيوان تبين كيف تبدأ حياة الحيوان وكيف ينمو ليصبح كبيرا له صغارا ثم يموت. دورة حياة الماعز، وكما قلنا سابقا بأن الماعز من الثدييات والثدييات تلد صغارها. يتكون صغير الماعز في بطن أمه، عندما تلده فإنها ترضعه حليبها حتى ينمو، وعندما يكبر فإنه ينجب صغيرا وتبدأ دورة حياة جديدة. ما هي دورات الحياة الأخرى لبعض الحيوانات؟ بعض الحيوانات ومنها الفراشة والضفدع وسرطانات البحر لا تشبه آبائها وهي صغيرة، بل تتغير في خلال حياتها. دورة حياة الفراشة، وكما قلنا سابقا بأن الفراشة من الحشرات التي تبدأ حياتها ببيضة، تتكون في البيضة يرقة، تخرج اليرقة من البيضة وتأكل النباتات وتنمو. عندما تصبح جاهزة للتحول تتوقف عن الحركة ويصبح جلدها قشرة صلبة في داخله يرقة، ثم تتحول اليرقة ببطء، وهذا هي مرحلة الشرنقة. تخرج الفراشة من داخل الشرنقة ثم تطير. لدينا الآن نشاط: تتبع خطوات دورة حياة الفراشة ثم بين كيف تصير اليرقة فراشة مكتملة النمو. يمكنك عزيزي الطالب الاستعانة بالرسم لتتبع مراحل دورة حياة الفراشة. تأكل اليرقة النباتات لتنمو، ثم تصير شرنقة وتتحول داخل الشرنقة لتصبح فراشة كاملة النمو. نشاط: ما الفرق بين دورة حياة الماعز ودورة حياة الفراشة من حيث الشكل وطريقة الولادة؟ فكر عزيزي الطالب قبل الإجابة. لديك دقيقة واحدة. Thank you.
أحسنتم، الفراشة تضع البيض لتبدأ مرحلة حياتها ثم تتطور لمرحلتي اليرقة والشرنقة، لا تشبه أبويها أثناء دورة حياتها. الماعز يلد ولادة، صغارها تشبه أبويها. نشاط، فيما تتشابه دورة حياة الإنسان ودورة حياة الماعز وفيما تختلفان؟ تتشابه، الصغار تنمو داخل جسم الأم وتلدها ولادة. ترضع الأمهات صغارها من أثدائها، تشبه الصغار آباءها وهي صغيرة. الاختلاف، يستغرق جنين الإنسان 9 أشهر في بطن أمه حتى يولد، بينما يستغرق جنين الماعز 6 أشهر في بطن أمه حتى يولد. أتوقع، ماذا ستفعل الفراشة حينما يكتمل نموها؟ فكر عزيزي الطالب قبل الإجابة. أحسنتم، سوف تطير وتضع بيوضا لتبدأ دورات حياة جديدة للفراشات، وفي النهاية ستموت. وبهذا انتهى درسنا لهذا اليوم، نلقاكم في دروس أخرى.